أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معرف المعارف بعد لفظ الجلالة ضمير ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، مستتر وبارز. نعم، والبارز ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، متصل ومنفصل. متصل، نعم، كم له حالة من الإعراب؟ ثلاثة، في محل رفع مثل ضربت. نعم، الثاني في محل نصب مثل رأيته. والها هنا ثالث في محل جر مثل ما كتابه. طيب، بالإضافة. نعم، أو مررت به. طيب، كتابك هذا، كتابك. نعم، والضمير المنفصل كم له حالة من الإعراب؟ حالتان، في حالة الرفع مثل هو محمد، والثاني في حالة النصب مثل إياك نعبد. طيب، والضمير مستتر ينقسم إلى كم؟ محمد، ها، مستتر إلى قسمين، ضمير مستتر إلى قسمين. نعم، مستتر وجوبا وجوازا. طيب، نعم، مستتر وجوبا لفعل الماضي، هل موجود أو لا؟ في الماضي، نعم، لم يوجد مستتر وجوبا. والمضارع مستتر وجوبا. نعم، هذا ها نفعل أفعال تفعل هي. طيب، نعم، أنا، نحن، ثم أنت، أنت تفعل. طيب، أنا أفعل، نحن نفعل، هي تفعل، ثم هي أو أنت؟ هي تفعل،
نعم هي مستتر جوازا و أنت تفعل إذن كم؟ ها؟ كم؟ ها؟ ها؟ ini asal bengong teh ini ثلاثة. نعم مستتر وجوبا في فعل أمر مستتر وجوبا ها؟ افعل ها؟ افعل أنت افعل ها؟ افعليها افعلي بارز أو مستتر بارز هي مخاطبة أنت فقط ها وجوازا في الماضي هو وهي نعم طيب ضرب وضربت مثلا فعل وفعلت وفي فعل المضارع جوازا مستتر جوازا هو يفعل هي تفعل طيب نعم وفي الأمر نعم لم يوجد مستتر جوازا نعم فأمس أخذنا قاعدة عدم جواز الفصل مع إمكان الوصل نعم واستثنى من هذه القاعدة سورتان نعم وهما الأول وليس مرفوعا نعم أن يكون الضمير ثاني الضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا نعم فأحسن لي طيب وثاني قول الراجح ما قول الراجح في نعم الصورة الثانية لا الصورة الثانية ما الراجح في ما نعم أن يكون الضمير خبرا لكان فقط نعم أن يكون الضمير خبرا لكان فقط نعم وأما أخواتها لا نعم طيب أخوات كان والرجل فيه ماذا كما ذكر سيوطي نعم لابد أن يفصل طيب والخلاصة أخذ الله طيب فيما يجوز نعم في ثاني ضميرهما الفصل والوصل ثلاثة باب سلني بل خلتنيه وباب كان كنته الآن ندخل في العلم قال ابن هشام رحمه الله تعالى العلم وأقسامه ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة
wa imma ismun kama mathalna aw laqabun ka zainil abidin wa kuffah aw kunyatun ka abi amrin wa ummi kulthumin wa yu'akharu laqabu ala al-ismi tabi'an lahu mutlaqa aw mahfudan bil indafati in ufrida ka sa'id wa kurs ka sa'id sa'id di kursi. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah ta'ala, athani min anwa'il ma'arif al-alam wa huwa ma'ulliqa ala syai'in bi'ayni. Qala wal 'alamu lughatan yutlaqu 'ala al-jabal. Fa qawlihi wa lahu al-jawadil munsha'atu fil bahri kal a'lam. Naam. Wa qala al-Khansa radhiyallahu anha, wa inna sakhran latatamul hudat bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru. Ay jabal. Naam fi ra'sihi nar. Ra'sul jabal ay durwatuh. Puncaknya. Wa 'ala ra'yah wa 'ala sayyidil qaum. Wa 'ala al-khatti fi thawb. Yaitu garis-garis pada pakaian namanya alam. Rayah bendera juga dinamakan alam. Sayyidul qaum juga alam. Nah. Wa 'ala al-'allamah. Al-'allamah wa adh-dhahir anna an-naql ila al-ma'na al-istilahi min al-akhir. Bidani liqaulihim li'annahu alamatun ala musamma. Karena apa? Dijadikan sebagai nama. Diambil dari asal kata alamah. Nah, asal makna alamah yaitu karena nama itu sebagai alamat untuk sesuatu yang dinamai. Nah, Zaid, ya alamat untuk nam seseorang yang diberi nama Zaid. Kita bisa tahu ya dengan nama tersebut. Naam wa huwa ma'uniqa 'ala syai'in bi'ayni ghaira mutanawilin ma asbaha. Ai khussa bihi wa mudhi'alah wa adala anil wad'i ila ta'liq liyatana wal al-a'lam al-mangkulah li'annaha mu'allakatun ghairu mawdu'ah. Kada kil jadi ma'ulika ala syai'in bi'ayni yang apa? Yang dikaitkan ada sesuatu secara apa? Secara tertentu. Ghaira mutanawilin ma asbaha. Naam. Yang tidak apa? Tidak mencakup sesuatu yang menyerupainya. Ketika seorang menginginkan itu Zaid, ya cuma Zaid itu yang dimaksud, bukan hal-hal lain yang menyerupai Zaid. Kemudian perkara kata beliau ma'unika, maksudnya yang dikhususkan atau yang diletakkan, khusabi atau wamudi alam. Dia menggunakan kata unika untuk bisa mencakup al-aqam al-mangkula, nama-nama yang mangkul, karena nanti ada beberapa jenis alam.
نعم. واعترض بأن الناقل واضع أيضا إلا أن يقال المتبارد من الوضع الواضع الأول. Dan dikritisi bahwasanya perkataan Ibn Hisham Uliqa kenapa tidak menggunakan kata mudi'a atau khusah, karena nah untuk alam mangkulah an-naqil yaitu yang memindahkan dari asalnya itu sebenarnya adalah wadi' juga yang meletakkan nama itu. Illa an yuqal al-mutabarri min al-wadi' al-wadi' al-awwal. على شيء بعينه على شيء معين تعينا خارجيا كالعلم الشخصي أو ذهنيا كالعلم الجنسي. فعلم الشخصي يعين مسماه ذهنا وخارجا، وعلم الجنسي يعين مسماه ذهنا لا خارجا. نعم ini berhenti dulu ini. Nah, bisa konsentrasi. Nah, kita sudah kok. Diulangi besok insyaallah. Nah, tapi biasa sudah.